بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. المتعة والسعادة والجمال دايما موجودة وحاضرة في ظل وجود الأبطال، فاليوم مشاهدينا يستمر التنافس والسباق والعشاق دائما في ترقب واشتياق. فالدوري المصري الممتاز دوري نايل في نسخته رقم 65 يقدم لنا أصدقائي رحلة جديدة وتنافس جديد ولغز وسر نبحث له عن حل لمعرفة سر الأسرار ومن هو البطل في نهاية هذه الرحلة وفي نهاية هذا المشوار. اليوم أصدقائي الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على طلائع الجيش في لقاء مؤجل من لقاءات الذهاب. طلائع الجيش العنيد المتمرس في اللعب مع الكبار يبحث عن نتيجة إيجابية ويبتعد بيها عن النتائج السلبية، والأهلي هو الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصار ولا يملك أصدقائي رفاهية التفريط في النقاط. من سيتفوق داخل البساط؟ هذا هو السؤال وهذا هو بيت القصيد في هذا اللقاء. تعالوا أصدقائي نتابع هذا اللقاء على أمل أن نستمتع سويا بتسعين دقيقة كرة قدم جميلة وحقيقية تجمع طلائع الجيش والأهلي على ملعب الكلية الحربية. إن احنا نستمتع مع حضراتكم النهاردة بواحدة من اللقاءات المؤجلة، وعلى بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة البداية، مواجهة جديدة تجمع طلائع الجيش والنادي الأهلي على ملعب الكلية الحربية. النهاردة اللقاء المئوي للنادي الأهلي على ملعب الكلية الحربية. أدي وسام عدى وفات في أول لقطة وبيلعب كرة عرضية لكن يستفيد وياخد ركنية أولى لمصلحة النادي الأهلي. النادي الأهلي في المركز الثاني من 20 مباراة جمع 48 نقطة، لكن اتلعبت الركنية سيارة ودي العرضية معدية لكن على طول إبعاد. مرة تانية تمريرة دبل باص يدخل بيها لقلب الملعب، أدي كنترول وتسديدة حلوة، تسديدة حلوة 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 من أبو ليلى. أبو ليلى أول لاعب يسدد في اتجاه المرمى وآخر لاعب سجل في مواجهة الفريقين في لقاء الإياب، سجل تاني أهداف النادي الأهلي في اللقاء اللي انتهى 2 لا شيء. حسين الشحات هيلعب الضربة الحرة، اتلعبت أرضية جملة وتسديدة قوية ولسه المتابعة وجول جول 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 طاير. محمد طاير بيفتتح التسجيل أصدقائي في الدقيقة 12، جملة فنية بديعة اتسددت لكن ما عدتش من السواتر، تجد المتابعة والفولو من طاير علشان الفرحة والسعادة. الأهلي أصدقائي في الدقيقة 12 يسجل أول أجوان في دوري النرجس والنورهان. يا أهلي آدي الكورة وآدي المتابعة من طاير محمد طاير. دوري النرجس والنورهان ونسر الأهلي مستمر في الطيران. بص شوف الحكاية وبص شوف التسديدة ردت من ماو ودي ما ترجعش يا جدعان. وصل إلى بر الأمان مبكرا، أدي كرة مرة تانية كريم فؤاد وتسديدة جامدة، تسديدة جامدة 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 لكن شعبان وحلاوة شعبان يمنع تسديدة كريم فؤاد في الدقيقة 14. أدي شعبان بيقول لهم نفكر ونركز لأنه يعلم تماما تماما قيمة وخطورة تسجيل النادي الأهلي تاني الأجوان. عدى موسى ديوارة رفع وشه العرضية، هل تعدي؟ عدت في مكان خطير ودي مرة تانية وممكن جول، ممكن جول وفرصة كبيرة وجول جول 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 بالتخصص يا حبيبي بالتخصص. أبو ليلى عمرو السلية يلاقي الهدية في الدقيقة 34 ودي بحق، دي ما ترجعش يا جدعان علشان الفرحة كمان وكمان. في الدقيقة 34 للنسر الأهلاوي بتاني الإجوان عن طريق عمرو السلية أبو ليلى بالتخصص يا حبيبي بالتخصص. قلت لحضراتكم في لقاء الإياب
كان أضاف للنادي الأهلي تاني الأجوان، والنهاردة في اللقاء رقم 33 بص شوف الحكاية، وبص شوف الرواية، وبص شوف المتابعة الحقيقية. الكورة عايزة لكن اتلخبطت ما بين الأقدام، ودي ما ترجعش يا جدعان. أبو ليلى عارف سكة الأجوان، علشان أصدقائي في الدقيقة 34 النادي الأهلي يزيد تقدمه ويسجل تاني الأجوان. ضربة حرة، حسين الشحات اتلعبت على القائم الأول، وجول جول 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 يا عيني يا عيني يا عيني عبد المنعم وجمال عبد المنعم في الدقيقة 38 يسجل أول أهدافه في دوري مايل. لا 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 لا، الأهلي فايق، الأهلي رايق، وجمهور الأهلي مبسوط مش متضايق. محمد عبد المنعم في الدقيقة 38 بلمسة بديعة وجملة جميلة، جملة فنية مفيش أجمل من كده ولا أبدع من كده. بص شوف الحلاوة، بص شوف الطعامة. صحيح أهداف ماركة عبد المنعم بضربات رأسية، النهاردة تنوع في الحلويات والقطايف واللطايف، وأول أهداف عبد المنعم في دوري نايل، وثامن أهداف محمد عبد المنعم في مختلف البطولات في لقاء رقم 108. البحث عن الأفضل ضرورة. ادي كورة مرة تانية لطاهر، وممكن رابع الاجوان، لكن شعبان شعبان يتألق كمان وكمان، وطاير محمد طاير يرفض الهدية. تمريرة انفراد مش محتاجة قوة، دي محتاجة ايه؟ محتاجة لمسة ذكية. لكن كلمني على التمريرة وجمال التمريرة، مش عايزة قوة يا طاير، عايزة كورة تشب من فوق شعبان تزغرط في الشباك وتبقى رابع الاجوان. في هذه الاثناء اصدقائي بتنطلق صافرة نهاية الشوط الاول ثلاثية اهلاوية على طلائع الجيش الى الملتقى اصدقائي، مع بداية الشوط الثاني تحياتي ايمن الكاشف. اما الان فعودة سريعة للزميل العزيز تامر صقر ونجوم مصر الكبار. فإلى هنا. محمود بسيوني بيدي إشارة البدء لأحداث الشوط الثاني على بركة الله. أصدقائي هنبدأ نتابع مع حضراتكم لقاء طلائع الجيش والنادي الأهلي، اللقاء المؤجل من الجولة 13 مرحلة الذهاب. محمد سمير، تقدم من أحمد متعب، كرة عرضية خطيرة لكن فين؟ مش ممكن، مش معقولة. عمر السعيد في أول لقطة بعد الدفع بيه عنده هدف وحيد خلال مشاركاته مع طلائع الجيش. ادي الكرة، واحد من اللاعبين اللي اتت الى طلائع الجيش قادما من مودرن فيوتشر، تحققت في اول 45 دقيقة. مرة تانية كريم لوسام، خلصها بشياكة وبأناقة وسام. مرة تانية يا عيني يا عيني يا عيني على الكلام، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الحلويات، ويا عيني على المثلثات واللمسة والغمزة ولمسة الكعب من الشحات. حب يحطها كريم فؤاد، أجمل جملة وأجمل لمسة من لعيبة النادي الأهلي، لكن الحلو ما كملش المرة دي من كريم فؤاد. كتات صعبة جدا جدا للجيش وأيضا لفريق النادي الأهلي. يا عيني يا عيني يا عيني، النهاردة بالإضافة للثلاث أهداف ولعيبة اللي سجلت أهداف، النهاردة التسديدات، النهاردة التسديدات أحد الأسلحة القوية جدا جدا. هي تمريرة أمامية، طاهر عايز ياخدها وينفرد، عدت لكن يلحق نفسه شعبان. دفاعات الجيش في خبر كان، خلي بال حضراتكم لو في تمريرات مظبوطة سلامات لشعبان. مبدئيا سلامات لشعبان، كان عنده جرأة، الكرة لو سيطر عليها طاهر بشكل مميز كان يقدر يعمل انفراد، لكن شعبان راجل وتقدم بجرأة كبيرة جدا جدا. بيعمل تمريرة ثرو باس خطيرة عند وسام، وادي وسام وركلة جزاء، ركلة جزاء بيحتسبها بسيوني، هي ركلة الجزاء رقم 115 في بطولة الدوري ورقم
ثلاثة اللي بيحتسبها محمود بسيون. اتحرك وسام وخد التمريرة من طاهر، نجح ان هو يغمزها قبل شعبان، يقتنص ركل الجزاء في الدقيقة 84. بص شوف الكلام، ادي اللمسة، قدم المطلوب اثباته، ادى الافضلية لنفسه. وشعبان داخل طاهر، داخل طاهر حطها في السماء، حطها في السماء ويهدر ركلة الجزاء رقم 29 في دوري نايل، حطها في السماء. وشعبان بيعترض على قرار باسيوني. اتلعبت الكرة على القائم الاول، ودي لمسة خطيرة، لكن ابعاد من ديانج في توقيت نموذجي، لكن في منتهى منتهى الخطورة على دفاعات النادي الاهلي. لحالة من حالات الفار، حسدنا الكابتن امين. ادي الكرة، هل فيها ركلة جزاء؟ هل فيها لمسة يد على وسام؟ هنشوف. لمسة يد وركلة جزاء، ركلة جزاء. أول تدخل من أمين عمر، فعلا لقطة تعدي على أي حد. كورة في ظل الزحمة واللخبطة والكثافة العددية الكبيرة، لمست إيد أعتقد وسام أبو علي، وركلة جزاء. بعد 11 متر، داخل السعيد، داخل السعيد، وبيصدها الشناوي، ولسه الحكاية، ولسه الفرصة. كريم طارق انقاذ بديع كبير من حارس كبير، وادي الشناوي وجمال الشناوي، ادي الشناوي وجمال الشناوي. ونتيجة كورة من طاهر، تمريرة امامية عند وسام، ورابع الاجوال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الرباعية، وسلام على الحدوتة الاهلوية. تمريرة جميلة، واظبط معادك على وسام، احلى وسام واعلى وسام في القلعة الحمراء. لكن كلمني على التمريرة، وكلمني على الوان تاتش، علشان الثلاثية تبقى رباعية، والنادي الاهلي ذا ماستر اوف سسبنس. اوعى تنسى الكلام، في الدقيقة التالتة بلس 90 طاهر يحطها بالميزان لوسام، ودي ما ترجعش يا جدعان، علشان الثلاثية تبقى رباعية والحفلة اهلوية. بفعل اصدقائي، في هذه الاثناء محمود بسيوني يسدل الستار على هذه القصة وهذا الحوار بعاشر انتصار للنادي الاهلي بشكل متتالي، ويصل اصدقائي النادي الاهلي الى النقطة 51 علشان يستمر الصراع ويستمر التنافس. رباعية نظيفة، يتفوق ويفوز النادي الاهلي على طلائع الجيش، علشان ينتهي اللقاء المؤجل من مرحلة الذهاب. الأهلي أصدقائي يحقق المعادلة البديعة الجميلة، الأداء والنتيجة. الأهلي 10/10 أو 10/10. بشكركم أصدقائي على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف.